السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي. اليوم نحضر معكم الكنافة المشرقية ولكن حصريا بالشعرية ديال السفة. ما تعجبوش، تبعوا معي الفيديو تجي رائعة. نحضروها بالكريمة اللي كذلك نضيفوا لها القشطة طرية، ففرجة ممتعة. اول حاجة كناخد السفة، عندي تقريبا هنا 500 غرام ديال السفة، الشعرية ديال السفة فورتها ودرت لها الزبده مزيان، كتعرفوا طريقه التفوار. دابا غنضيف لها ان شاء الله تقريبا جوج معالق ونصف ديال السكر باودر او السكر كلاصي، وكيبقى على حساب الذوق ديالكم نتوما وعلى حساب الذوق ديالكم. انا راه ما عنديش مال الحلاوه بزاف، هادشي علاش كنكون ناقصه شويه في السكر. هذا الطبق هو طبق جربته انا حصري، جربته وانا عندي الكنافه هنا تتبع، ولكن جربته بطريقه بالشعرية ديال السفه وحبيت انني نشاركه معكم لان طريقته مذاقه بحالو بحال الكنافه اللي بالكريمه اللي بالقشطه، تيعرفوا تيديروا السوريين بزاف نفس المذاق. وباش اي واحد اللي ما كانش عنده متوفر عنده الكنافه في المدينه ديالو ممكن انه يديرها في السفه وتيجي طبق لذيذ جدا، وممكن انك تقدمي سخون او بارد. اذا المرحله الثانيه كناخذوا واحد المول، خذوا المول اللي عجبكم، من الاحسن خذوا مول مسطح واسع. انا ما عنديش، عندي هذا ديال الكيك اللي تيتحل من الجناب، ثم خذوا غير مول عادي. تندير ليه ورق الزبده لتحت وتندهن لي الجوانب ديالو كذلك بالزبده. كناخذ نصف كميه الشعريه ديال السفه، كنبسطها نصف الكميه كنبسطها باش غنطلقوا. من بعد غنصيبوا دابا الكريمه، اذا كندير نصف الكميه، تنضغط عليها مزيان، غنصيبوا واحد الكريمه رائعه غادي تعجبكم. اذا ملي بسطت انطلقوا دابا المرحله اننا نصيبوا الكريمه. كناخذ واحد الكاسروله كنديروا فيها تقريبا جوج كيسان ديال العنبه ديال الحليب، تنزيدوا عليهم جوج معالق ديال السميد رقيق. غنخليكم المقادير كلهم في صندوق الوصف ان شاء الله. غنضيف كذلك واحد جوج معالق كبار ديال النشا الذره، نشا الذره. هادشي كلشي على البارد، ما نشعلوش البوطه حتى نخلطوا هادشي على البارد. من بعد غنضيف واحد الملعقه ديال السكر، سكر خشن اللي يعجبكم او سكر باودر اللي متوفر عندك. انا عندي الخشن غير العكز وصافي، لقيت السكر باودر حدايا راه درتو. ديروا تقريبا ملعقه وعلى حساب الذوق ديالكم، ممكن انكم بغيتوا الحلاوه تزيدوا اكثر. وكذلك من بعد غنصيبوا السيرول اللي غادي نسقوا به هذا الطبق. نحرك مزيان فوق البوطه مع التحريك حتى كيعقد ليا الخليط، كتعرفوا بان النشاط غير كتعقد، بقاو مستمرين في التحريك. دابا غنضيف تقريبا واحد العلبه ديال القشطه الطريه او لا كريم فريش، الوزن ديالها تقريبا 150 غرام، ممكن ديروا اقل لانني انا جاتني كبيره بزاف، جاتني غليظه، فهمتوا؟ ممكن نتوما ديروا اقل على حساب، لان هاد الكريمه ملي تتصايبها في البيت بحال اللي تتعاونك في ديك القشطه. كنبقى مستمره في التحريك والبوطه ساده عليها، دابا صافي سديت على البوطه باش هذيك الكريمه كريم فريش تدخل مع ديك الكريمه اللي صايبتها انا في الدار، وكونوا متاكدين كتجي رائعه الكريمه، وممكن انكم ديروها حتى في الحلويات ديالكم. دابا شي نهار نصاوب معكم شي لا كريم، شي حلوه ديال لا كريم، ونوريكم هاد الكريمه كيفاش كتجي. كنبقى نخلط مستمره. دابا غناخذ داك المول وغنبسط فيه هاد الكريمه، محده سخونه يعني راه باقا سخونه هي، كنبسطها مزيان. كتعرفوا لي انا ملي كتكون عندي شي حاجه في النشا كنحاولوا اننا نزربو باش ما تعقدش لينا. اذا كنبسطها مزيان، نحاول ملي نكون بسطه ما نوصلهاش للجوانب. دابا غنضيف ناخذ داك السفه اللي بقات ليا، غير ما تورقوش بزاف ملي تكونوا تحطوا في السفه. انا شفتوا راه جاتني غليظه، راه الا درتو مول يعني عريض وما السمك ديالو ما طالش غتجيكمش غليظه، غتجيكم رقيقه. نبسط مزيان هذاك الشيء. دابا من بعد ملي غادي نبسطها غندخلها الفران تقريبا 40 دقيقة الفران عليه على هذا على 180 درجة، فران ديال الضو. إلا كان كاع شوفوا نتوما ممكن ندخلها هنا الفران، كنخليها تتحمر من الفوق والتحت. كنكون مجد السيرو اللي قلت لكم فيه السكر، كاس ديال 3 معالق السكر والماء، كيغلي 10 دقائق وتنسقي به.
من بعد ها هي الكنافة ديالي. كنافة كنافة قسما بالله مذاق رائع رائع رائع. ممكن تقدموها سخونة، ممكن انكم تدخلوها الثلاجة بحال هكا راه سخونة كما كتشوفوا، نحيدوا لها المول ديالها. اما الا دخلتوها الثلاجة وخليتوها تبرد راه كيجي الشكل ديالها بحال هكا، تتقطع لكم بسهولة بحال القطعة ديال شكرا لكم على المتابعة، ما تنسونيش من لايك تعليق، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.